جيد أن هذا الحزب زيادة على أنه تخندق مع الحراك وتبنى مطالب الشعب يعني بشكل لا غبار عليه، أيضا يمارس الديمقراطية حقيقة في التغيير، يعني رغم أن الأداء تاع الأخ محسن بن العباس مرضى عليه وطنيا وليس على مستوى الحزب تاعهم فقط، ولكن على المستوى الوطني مرضى عليه لأنه فعلا تخندق مع المسائل الحيوية للشعب الجزائري اللي هي بناء دولة حديثة، دولة المؤسسات، دولة القانون، يعني فعلا لا غبار على مواقفه، ومع ذلك ارتأى انه ينسحب في هذه الظروف، ربما لان عليه ضغوط كبيره من السلطه، لان ربما عندهم نفس المنطق اللي كانوا مدايرينه مع مهري، لما قالوا له لما تتغير انت في لفلان يتغير موقف لفلان، ربما ياملون من تغيير محسن بن العباس يتغير موقف الارشيدي من القضايا الحيويه، ولكن لا اعتقد ذلك لان هذا الحزب منظم كما يجب، ومع الاسف ان ناسف ان الاخ محسن بن العباس غادر المنصب بتاعه، ولكن هذه الديمقراطيه ونحييه على هذه اللفته، لانه فعلا مارس الديمقراطيه في حزب يقول انه تجمع من اجل الديمقراطيه حقيقه. طيب ما رايك فيما حققه محسن بن العباس؟ يعني حتى اليوم فيما بدا لم شمل يعني وجود شخصيات سياسية، أحزاب أخرى، وحتى يعني تركة محسن بن العباس أو مسار محسن بن العباس الذي هل غير في رأيك حتى صورة الار سي دي؟ يعني بعد صورة ار سي دي سعيد سعدي مثلا، إذا قرناها على الأقل ما كانت صورة الار سي دي في عهد سعيد سعد. طبعا لان الار سي دي تاع سنوات الاولى للديمقراطيه ماهوش الار سي دي الان، الار سي دي الان تخندق مع القضايا الحيويه للشعب الجزائري، يعني فعلا شيء جيد، وخصوصا انه جعل من مؤسسات من الحزب ومؤسساته منبرا لمن لا منبر له من السياسيين والوطنيين اللي ما همش مهيكلين في احزاب وكذا، يعني فعلا جعلهم المجال للتعبير، وواجهوا صعوبات في ذلك، لان السلطه هدته حتى بغلق الحزب لانه فتحه لنشاط سياسي، ومع الاسف السلطه اللي تقول باللي تطرد الاحزاب السياسيه دير السياسه تقول لهم ممنوع عليكم ديروا السياسه في احزابكم، لان لازم تديروا السياسه فيما يتعلق باصدار البيانات لتأييد المسانده للسلطه، ولا المشاركه في الواجهات السياسيه اللي ديرها السلطه في البرلمان ولا في غيرها، اما التخندق مع قضايا الشعب وتبني المطالب الحيوية للشعب بإقامة دولة مدنية أساسها القانون وسيادة العدالة، يعني فعلا محسن العباس أدى ما عليه في هذا المجال وهو مشكور على كل حال. بالمناسبة هو يدعو إلى إقامة نظام مدني لا عسكري كما كنا نسمع. طبعا هذا بيان، هذا 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 موش هذا شعار تاع الشارع الجزائري، ملايين الجزائري اللي طاحوا في الشارع، ما هوش هو تخندق مع مطالب الشعب، وهذا فهم صحيح من حزبه ومنه هو كقائد لهذا الحزب، فهم صحيح لمطالب الشعب، يعني فعلا يتحرك في الاطار اللي ملايين الناس طرحوه في الشارع من سنوات. يعني طيب، وكنا نتابع يعني هذا شعار الحراك، دولة مدنية كان شعار الحراك يدوي بعد كلمة محسن بن العباس، دولة مدنية ماشي عسكري. إيه طبعا، لأن المشكلة أن السلطة مع الأسف تعتقد باللي دولة مدنية هي إضعاف للمؤسسة العسكرية، ولا وضع بلبلة في مؤسسات
الواجهة السياسية. لا، دولة مدنية معناها قوة للمؤسسة العسكرية وقوة للبلاد وقوة لمؤسسات الدولة. يعني شوفوا الجيش في عهد الديمقراطية في تركيا كيفاش الجيش ولا انتقل من جيش عادي في منطقة الشرق الأوسط إلى جيش لا يحسب له حساب في الشرق الأوسط وفي أوروبا. يعني الديمقراطية قوات الجيش في تركيا ولم تضعفه. أيضا احنا عندنا الديمقراطية ودولة القانون ودولة مدنية معناها قوة للجيش، وليس كما يفهم بعض المعتوهين في السياسة وفي وحتى في الجيش بأن دولة مدنية معناه على حساب الجيش ولا إضعاف للجيش ولا مساس بالجيش. هذا فهم قاصر وقصير، وأصحابه ما لازمش تتسند لهم مهمات في قيادة البلاد.